الرحيم. احنا حاليا مثل ما جاي تشاهدون بهذا الخط اللي هو قريب على مستشفى القرن العام، اللي هو الخط الناقل اللي هو اللي يؤدي من منطقة المستشفى إلى محطة 2 اللي هي ظهر المعارض، اللي اشتغلنا بهم خط الأمطار وخط المجاري بآن واحد. اللي أنتم مثل ما جاي تشاهدون هذا الخط سابقا اندفن بشكل مؤقت للتوب لغرض وصول المواد، اللي هو نفسه هذا المكان اللي يتكلم عنه السيد النائب الأستاذ درغام المالكي. اجيل هنا وشاف دفن للتوب وشاف نوع التراب الى اخره يتكلم عنه، قلنا له احنا وضحنا له في حينها، قلنا له بان هذا العمل كله مؤقت لغرض وصول المواد، لان مثل ما جاي تشاهدون المواد هنا هيك اعماق، عمق عندنا تقريبا 6 متر و5 متر و5 ونص، ما تقدر يعني توصل لضيق الطريق، ما تقدر توصل للمواد، شلون تدخل هنا القلابات؟ ما تدخل لا القلابات لا البحص لا الرمل لا السبيس، ابدا ما تدخل. احنا كنا مقررين عليه وحاطين له خطه عمل بان هذا العمل اللي ينشغل بخطين متوازيات ويمشي لحين الانتهاء، وبعد الانتهاء الحمد لله والشكر تم الانتهاء من الاعمال المجاري والامطار يوم امس الحقيقه البارحه مساء. من بعد ما انتهى العمل اليوم نزلت الاليات اللي هي الحفارات مثل ما جاي يشاهدون القلابات والرفع التراب كله الرفع خارج المكان العمل، وان شاء الله راح يرجع في المواصفات المطلوبه على شكل طبقات مثل ما هو بالمواصفات الفنيه المعتمده من قبل المحافظه وشركه خطيب وعلم الاستشاريه. بالنسبه لنا احنا ان شاء الله مستمرين بالعمل ليل مع نهار ان شاء الله لانهاء هذا الطريق، لان هذا طريق يربط منطقه محطه اللي هي المنطقه اللي هي خاصه بي اس 2 اللي هي بخلف المعارض المحطه مالتها، وتخرج كل المياه بهذا الخط الناقل اللي هو هسه تحتنا. زين يطلع لهذيك المنطقه ومن بعد هذيك المنطقه يطلع للخطوط اللي هي الناقله لاتجاه الوحده المعالجه. وان شاء الله بالنسبه لنا حاطين خطه عمل للمرحله الثانيه اللي هي من 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 نهايه هاي المنهاله اللي هي المنهاله السي وهذيك المنهاله النهائيه مال الامطار الثقيله باتجاه فلكه الدله اللي هي باتجاه لازم مرورا بباب المستشفى العام، ومن هنا نطلب من إدارة مستشفى القرن العام إيجاد الحل المناسب لغرض يعني فتح باب آخر، يعني حسب المعلومات اللي عندنا موجود عندهم باب ثاني منها سيوجهون المواطنين حتى يفترون من الباب الخلفي. وإن شاء الله وأيضا بلدية القرن هم يعني حتى تشوف لها فتح حلول حتى لا يضايقون، يعني يشوف حل آخر، يعني شلون عندهم باب خلفي أو طريقة أخرى، لأن تعرف هذا الطريق هم راح ينسد نفس الطريقة بس ما راح ينشغل بطريقه نفس هاي اللي سابقه، لان هاي الطريقه انشغل خطين بآن واحد لضيق الطريق، بس هذاك الطريق المرحله الثانيه هذا الطريق واسع ما شاء الله عريض نقدر نشتغل بيه كل خط بوحده، وما راح يصير نفس اللي صار هنا، لا راح يرجع العمل مثل ما هو وفق المواصفات، يعني ما راح يصير دفن مؤقت مثل ما صار بهذا المكان ونرجع نقلعه مره اخرى، لا هناك يخلص الخط وان شاء الله يندفن بمراحله حسب المواصفات المطلوبه، لان راح توصل للمواد والاليات هذاك تقدر يعني عندنا سايد ثاني توصل من عنده المواد ان شاء الله، ويمشي العمل ان شاء الله راح يمشي اسرع، لان راح يصير خط واحد ان شاء الله. من بعد ما ينتهي مياه الثقيله نكمل الى فلكه الدله ان شاء الله، راح نرجع المنطقه من مرحله اخرى اللي هي من هاي المنهاله السي ومرحله اخرى نتجهها باتجاه الدله، لان خطه راح يمشي كل من واحد ان شاء الله. وهاي المناطق القريبة هاي المنطقة اللي منها ربطت بالكامل اللي هي سابقا منفذة، وهاي المنطقة ان شاء الله منها باتجاه الكورنيش راح ان شاء الله خلال هاي اليومين او ثلاثة ايام ان شاء الله من بعد ما نباشر بها ان شاء الله هم راح نوصلها لمنطقة الكورنيش وهاي المناطق القريبة منها، وان شاء الله كلها راح تنربط. ومن هنا احنا نوضح ان شاء الله للمواطنين الكرام وان شاء الله لكافة الناس اللي تتابعنا وتسمعنا، نوضح لهم بان شركتنا شركه كبيره متمكنه وان شاء الله ما فيها كل الاعمال، وبالنسبه ان ما عندنا اي فكره حاليا ولا 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 سابقا ولا مستقبلا بان احنا نجيب مقاولين ثانويين او نجيب جهات خارج شركتنا، لا ابدا. وندعي المواطنين بالتعاون مع شركتنا، لان شركتنا مثل ما جاي يشاهدوها هاي منطقه عمل اللي هي حفار هاي آليات هاي حوضيات هاي قلابات موجودة بهاي المنطقة، تقريبا عندنا 18 منطقة نفس هاي المنطقة بنفس العمل وأكثر من هذه. بالنسبة أن إن شاء الله نطمئن المواطنين
إن شاء الله العمل يتم وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وبالنسبة إن شاء الله ما راح يأثر علينا أي ضغط، إن شاء الله ما يأثر علينا، وراح نشتغل إن شاء الله مثل ما مرسوم الخطط، وإن شاء الله إن شاء الله يكون ندعي من الله يكون يوفقنا ويخلينا إن شاء الله نستمر. راح يشوفون إن شاء الله أعمال أفضل وأفضل إن شاء الله، وصولا إن شاء الله الأعمال البلدية. هسه حاليا العالم تتضجر من حقها، بالنسبة تعرف أعمال كبيرة، هاي أعمال كبيرة جدا، يعني عمق هنا 6 متر جوانا كان محفور، يجوز لاحظتوه أنتم سابقا، وإن شاء الله أعمالنا اللي مستقبلية راح تتم إن شاء الله بالإنهاءات، وأعمال البلدية من بعد ما تتم أعمال البلدية إن شاء الله الناس راح تشوف العمل الحقيقي، لأن هاي الأعمال أعمال حفريات ومجاري، ومن حقها الناس يعني حقها، لأن سياراتهم ما راح توصل البيبان بيوتهم وإلى آخره، وجوز يعني آليات كبيرة خطرة على الناس، وهي منطقة سكنية. إحنا ندعي الناس بالتعاون وطولة الصبر وطولة البال إن شاء الله وشركتنا وموظفينا ومهندسينا وكوادرنا، لغرض حتى هم يرتاحون بالمستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشاهدون اليوم قمنا بعملية بعد الانتهاء من أعمال المجاري اللي هي تتضمن خطين، أعمال مجاري الأمطار والثقيلة، كانت الأعماق مزدوجة لأن بسبب العمق كان متساوي، فما كان بإمكاننا ننفذ خط ونترك خط ثاني، فاضطرينا ننفذهن عمل مزدوج أنبوبين معا، وكانت صعوبة وصول الآليات ووصول الأعمال الدفع، فكنا دفننا مو مثل ما تحدثنا سابقا أنه الدفن كان مؤقت سبق وإن صرحنا، واليوم قامت الشركة وقام جهود وأعمال بعد أن انتهى من الأعمال، وكما تشاهدون بأعمال الحدل هسه احنا جاي نحدل بخط المجاري، وبعد تكملتهم يكون الحدل طبقات على شكل طبقات وصولا للمنسوب المطلوب. طبعا وهذا العمل بإشراف دائرة المهندس المقيم خطيب وعلمي، وإن شاء الله احنا متواصلين بالعمل ونحقق حسب المواصفات المطلوبة. احنا شركة الجدار الساند بلشت أعمالها طبعا حالة حال بقية المناطق اللي صارت في الشرش والشلهة وكذلك في حي الجمعة، هنا منطقة النهيرات أعمال يعني تقريبا أغلب الأعمال اكتملت اللي تخص أعمال الشبكات مياه الأمطار بالإضافة إلى الثقيلة. طبعا حاليا احنا توجهنا إلى إزالة الروطانات، يعني إزالة بلشنا بإزالة الأنقاض والروطانات حتى نبدأ بعملية المعالجة وكذلك عملية الحدل. بالنسبة للأفرع يعني إحنا حاليا اللي توقفنا حاليا بسبب التجاوزات اللي موجودة في المنطقة، يعني تجاوزات مو كثيرة صراحة، يعني بعض الأفرع وعندنا نهر سوار. البلدية إن شاء الله هم راح تباشر قريبا بإزالة التجاوزات، وتقريبا يعني أنا أقول مدة قليلة جدا إن شاء الله تكتمل منطقة النهيرات من ناحية الشبكات، أقصد مياه الأمطار والثقيلة.